بحثت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي الدكتورة سحر نصر مع السفير النرويجي لدى القاهرة ستين روسنس توسيع مشروع فرص عمل للشباب مصر العمل معا، وهو المشروع الذي تنفذه منظمة العمل الدولية في محافظتي القليوبية والمنوفية بقيمة تبلغ 2,200,000 دولار وبتمويل من الحكومة النرويجية. وتناول اللقاء سعي كل من شركة سكاتك سولار النرويجية وعدد من المستثمرين ومؤسسة التمويل الدولية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لضخ نحو 3 مليارات دولار استثمارات في مجال الطاقة المتجددة.